مسلسل الاختيار مفيش شك يعني انه لمس كل البيوت، يعني انا مفيش بيت اعرفه الا لما اتاثر مسلسل الاختيار، يمكن عشان احنا معظم الاحداث عشناها وتاثرنا بيها، تحديدا الناس اللي اشتغلت في الميديا. خلي بالكم انه اللي اشتغل في الميديا ده عاصر كل الاحداث دي بزياده، عاصرنا التغطيات الاخباريه والاحداث اللي كانت بتحصل، واللي كنا فعلا يعني بنبقى عارفين ان في مشكله، ممكن ما عندناش معلومات كافيه او معلومات امنيه كافيه، لكن كنا شايفين المشاكل اللي بتحصل. انا قررت الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هعمل مجموعه فيديوهات عن وضع الاخوان في الاعلام في فتره حكم الاخوان، وقبلها طبعا ايام ثوره يناير باللقاءات اللي كانت بتتم في ثوره يناير، وعايز اوريكم بس النماذج اللي كانت معبره عن الاخوان المسلمين في الاعلام المصري، وده طبعا كان في اكتر من برنامج او قناه فضائيه مختلفه، النهار، سي بي سي، الحياه، اون تي في، غيره يعني، كل ام بي سي مصر، كل القنوات كانت عباره عن ايه؟ الضيوف اللي كانوا بييجوا كانوا بيتكلموا في ايه؟ فعليا انت كنت بتشوف اشكال غريبه وكان ليهم فكر غريب، وكنت تقريبا لو عرضته في الفكر كان التصرف او رد الفعل كان وحش جدا. نماذج كتيره جدا في كل القنوات، وكانوا عاملين ازاي بقى؟ كانوا اشكال غريبه. كنت تخيل كده لو كنت مستضيف اخواني عندك في القناه او في البرنامج وبتتناقش معاه في فكره واختلفت معاه في وجهه نظر، ايه اللي كان بيحصل؟ كنا بنشوف اسوأ ردود واسوأ توعد او وعيد من الاخواني ده ليك، وكان ساعتها اللي بيتكلم كان الوعيد على الهوا مباشره. يا جماعة احنا ليه بننسى؟ ليه مش فاكرين الكلام ده كله؟